يعني حقيقة أنت تعرف أنا قبل قليل شفت بالاستطلاع يقول لك أكو الأسعار متفاوتة بين المنطقة ومنطقة صحيح بين المناطق هاي حقيقة حقيقة يعني أنا مرة من المرات رحت للمنصور للحارثية آسف للحارثية كتب لي الدكتور دواء بتروح تاخذ من الصيدلية رحت لها قلت لي هاي العصارة أكو واحدة من العصارات قالت هاي العصارة 90,000 دينار 90,000 اي انا الحقيقه 90 ما عندي قلت للمره قلت لها خلنا ناخذها من منطقتنا شويه بلكت ارخص يعني ليش لقيتها منطقتك؟ لقيتها منطقتي ب 6000 دينار من 90 الى 6000 دينار من 90 الى 6000 دينار لا حول ولا قوه الا بالله يعني هذا مو هذا مو صيدليه هذا جزار يعني قصاب شاف انا اقول قصاب يا سو حتى من حقه هسه لو يريد ياخذ مثلا التسعيره بس مو 90,000 الى 6000 دينار 90,000 انا من قلب 90 اتفاجئت حقيقه يعني وناهيك على الاكسباير وناهيك على يعني هذا الغش بالمذاخر انت يعني وين ساكن ابو امير ابو امير وين ساكن يا منطقه بغداد انا بغداد جديده اها حياك الله كل اهلنا بغداد جديده يبارك فيك يبارك يعني انا اقول لك اسعار متفاوته وخصوصا يجيب المنتج يخليه بغير علبة العلبة رأسا عنده ماكينة أو معرف معمل يخليه غير تاريخ يعني غير منشأ بحيث يمشوه بحيث يمشي